بقول لحضرتك ايه، قولي. انا عملت 3 قروض من البنك ورا بعض. عملت قروض من البنك؟ كنت بجوز بنتي، ما انت شملول اهو. وبعدها جوزي تعب قالوا هيعمل عملية، رحت جايبة برضو كارد. ايه وجبتيه بضمان ايه يا هانم هانم؟ ما انا مدرسة يا اختي عليها القطة، يا اختي عليها صلى الله على محمد. فعشان انت مدرسة تجيب قروض يا بنت؟ المرتب ضعيف، طب ما هيحبسوك يا هانم. وجوزي كان تعبان قعد 9 سنين يخس وغسل الكلى بعد كده. لا أصيلة يا بت أصيلة. المهم إنك أنت هيحبسوكي إمتى عشان أزور؟ لا، ما أنا جبت الكارد التالت، اتجوزت ابني وفاضل لي 2 سنين وخلص كل القروض. طب الحمد لله ربنا يتوب عليك وما تعملهاش تاني. طيب أنا بسأل حضرتك، من حق القروض ده حرام؟ حرام؟ إلا للراجل اللي هيعمل عملية بدم، له أخ ولا عنده حد عنده دم في عيلته، فأنت وقفت جنبه مضطرة، ده الحاجة الوحيدة. لكن جواز على طول كده أهو. وبعدين خدت 20 راجي و3 عربيات. ورحت فين؟ ما خلانا جوصة في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعة. بعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبه بالعزال تاني. ايوه. وحرمينه ان احنا ما يشوفش عياله. جدعة. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبلة؟ تحد مأجرك عليا يا بيت. والله يا دكتور ده اللي حصل. لا يعني وبتكيليني ورا بعض ورا بعض ورا بعض. طيب يا دكتور، هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ لا. طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البيت. حرامين اتنين واربع حرامات وتمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعة يا بيت، تشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي. لا ما تمام ولا يهمك، انا فاهم اللي انت قلتيه. ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور، فالولد ده انا حاضر عيني هسمع عيني يا اختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفه، انا غلطان اني قلت لك ان انا الوحيد اللي هجاوبك، لانك ما انتش عايزه حد يجاوبك. انا وهتفضلي لتاته وعجان. يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي، انا هسالك سؤال صغير. اسمعي بس يا بت، رد عليا يا امل، انت كلمه مكالمه دوليه. انت مش قصدك تساليني الدعوه اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى؟ هتكملي ايه؟ طلعت عملت له عمره حضرتك. تعملي عمره غلط، ولا الكلام ده له اي لازمه، وبدعي له على طول في صلاه. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابه. بقول لك انا الوحيد، يا روح امك اتفضل وروح جوزك وروح انا كمان. يلا الله يخليك. اسمعي يا اختي، لما نفتح التمهيد ابن عبد البر على الشيم من الكويت. اتفضلي يا شيم. شيم 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 ربنا يسترك يا شيم. بسرعه عندي استفسار. يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركه يا بنت. في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصه للرجوع، ركزوا في كلامي كويس. للاسف ما فيش فرصه، وانا وهو مش عايزين نرجع. يا حسن. انا دلوقتي مش عايزه اوريه ابنه. بس هتروح النار على طول مع ابو جهل في حضنه، وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. مفيش دعوه بابنه لا من قريب ولا من بعيد، يشوفوا وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش هيشفي غليلك يا اختي. اللي كان كان يا اختي، واتجوزتي غلط يا اختي. الواد ملوش ذنب يا اختي، مفيش حاجه اسمها مش عايزه اوريله الواد. احنا ما بنتجرش بالعيال، ما تروحوش النار مجانا. دلوقتي انا متجوزه وعندي 3 اولاد وربيتهم، وانا اللي بشتغل بقالي 30 سنه وانا اللي مربيهم. والحاج بيشد في الجوزه؟ ها؟ الحاج بيكركر ومستنيك ومستني المرتب. ما بيشتغلش. ايه الهنا ده؟ طبعا ما بيشتغلش. بيشتغل ليه يا بت؟ العظيم يعني يا بت يشتغل ليه يا بت؟ يشتغل ليه؟ ما دام لقى الحمار شغال. لا اله الا الله. وبدور الساقيه يا كمان، وبدور الساقيه يا بيت، يا نسوان اخر زمن، يا نسوان ما تعرفوش ربنا، يا نسوان ما تعرفوش الدين. انتوا عودتوا الذكوره مش الرجاله، اللي في بيوتنا مش رجاله. الراجل اللي ماسك الجوزه ومستني المره تجيب الطماطم معاه، ولا كل الزيت تجيب الكوارع، تقول له حوتها على الجزار ما لقيتهاش، ليلتك سودا الليلادي. ده حيوان يعني. رمضان ايه اللي مستنيه ده؟ يعني اسلام ايه اللي يعرفه ده؟ انتوا قلبتوا الدين كده والدنيا. هو اللي انت يا اختي قبل ما تجيبي الثلاثه، لما كنت تلاقيه متنح
كنت تحذريه وتنذريه وتهدديه وتسيبيه. يا بنت اسمعيني لله وكملي كلامك، انت اللي عودتيه يا اختي وما انتش لوحدك. طيب ما اعمل ايه؟ ايوه اعمل ايه؟ عكوها واسالوني عيني تعملي ايه؟ بطلي من الصبح وهو هيجيبك اربع تربع وروح السجن واحنا نصلي عليك يا اختي. ما تعود 30 سنه يا بنت، ما تعود خلاص يا اختي، ما دلدل رجله يا حبيبتي. هتعملي ايه؟ قولي له اتق الله فاخر ايامنا، تعالى نتوب لربنا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لحضرتك أنا عايزة أسأل بس حضرتك إن أنا عندي قط، القط دوت يعني عايز يعني يتزوج، بس أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أجيب له قطة. نخطب له، نشوف له. لا أنا أجيب لك، يا سلام، ونتعاون ونعمل إعلان في الموعظة الحسنة، نجيب له عروسة ما حصلتش. هو أنت متأكدة إنه قط؟ ممكن يكون قط يا بنت وأنت مش واخدة بالك. لا أنا متأكدة. إنه ذكر؟ وإيه اللي عرفك إنه عايز يتجوز؟ ما هو اصل انا هو جات له مشكله، يعني كان عنده مشكله وديته للدكتور. ايوه. الدكتور قال لي ان هو المشكله دي بسبب ان هو عايز يتزوج. والدكتور ما عندوش ممرضه شغاله خطبه للقطط؟ لا ما فيش. طب انا اقول لك على حاجه، انت ساكنه الاول في القاهره ولا في الاقاليم؟ لا في القاهره. في القاهره ومتجوزه؟ الحمد لله. اسكتي، وجوزك بيشتغل ولا عواطلي؟ لا بيشتغل. طبعا لازم يكون بيشتغل. معاك عيال؟ الحمد لله. اقول لك على حاجه، كلمه وتصدقيني؟ أؤمر يا رجل. الأمر لله يا دكتور. بقول لك. قول لي. الواد دخل على النت اللي خربت النت ولنتتوه. يا يالله. وراح يفتح هناف، لقي قال أكاديمية شرطة في اسكندرية. وهو فول إعدادي. وبالدين وراسه سيف عاجل على الكورة، يروح الأكاديمية ويسيبني من المدرسة هنا ويروح الكلية، يروح الأكاديمية بتاعت الشرطة. يعني هو يتعرف على الفيس على مين في اسكندرية؟ دخل على أكاديمية الشرطة. على ايه؟ أكاديمية الشرطة بتاعت النادي الأهلي. يعني هو دخل على أكاديمية الشرطة؟ وعايز يروح يقدم فيها. يقدم فيها وهو في أولى إعدادي؟ هو في أولى إعدادي هيسيب المدرسة. كيف يقدم وهو في أولى إعدادي؟ ما أعرفش. يقدم في الكلية، يروح الكلية بتاعت يقدم فيها وهو في أولى إعدادي؟ أيوه، يدفع 2000 جنيه وياخدوه. مين قال كده؟ والله معلومة جديدة خالص يا رجب علي. يا دكتور. إيه؟ في أكاديمية شرطة عاملها في الأهلي في القاهرة وفي اسكندرية وفي جميع البلاد. أمين شرطة اللي عامل كده؟ أكاديمية، أكاديمية زي المدرسة. أكاديمية يا أخي. أيوه، يعني في أكاديمية شرطة بتدرس إعدادي وثانوي؟ لا، كورة كورة. يعني أكاديمية بتأهل، ده هو بيقول لك فول إعدادي. يا دكتور. في يا دكتور. خبرية وقول. أكاديمية شرطة بتاعت كورة كورة. بتاع يعني هو أنت سؤالك ليا حوالين الكورة؟ يعني الواد عايز يبني ويروح يلعب ايه كوره في الاكاديميه؟ يا ابن الحلال، مش بتقول بتاهل؟ ومنى هي بتقول في ودني بتاهل العيال لدخول كليه الشرطه، يتخرجوا ضباط يدافعوا عن البلد ويحافظوا على الامن. يا ريت ياخدوه من السنه اللي فاتت، كانوا خدوه. ده عايز يروح الكوره. بليه؟ عايز يروح الكوره. الكوره يعني مش ليها دعوه بالشرطه؟ لا، ده عايز يبقى زي مين انت عارف؟ عايز يبقى زي محمد صلاح. لا، اضربوا على رجليه بس بالراحه، مش تعوروا. يعني ما تسيبوش؟ لا، ما تخليش يروح. لو خليه الشرطه خليه يروح. ما تخليش يروح. الله يبارك. لو شرطه وهيطلع ضابط ولا امين شرطه خليه يروح. بس الله يبارك لي فيك يا دكتور. شكر يا رجب، مع السلامه، شرفتني. وطبعا والدتي قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر. الكبير يموت بقى بالمرة. ماما عملت شريعة غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المرأة وشرعت لنا شرعا جديدا حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها أن تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. غلط، وامك واللي زيها غلط. والميراث اتوزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي منسفة دماغها قوي، والاخوات دلوقتي بعد ما كانوا الاخوات مع بعض ايد واحدة وبيتعاملوا بالحب والمودة، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من التاني. ثمرة مما زرعته امك، ثمرة من ثمرات زراعة مامي.
وبيرجع لحضرتك الفتوى دي، بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطية بيقول انه من حقه يخبي على مراته ويخبي على الدنيا بحالها، ويخبي على الدنيا بحالها وهو حر، وهي لما تعرف وقت ما تعرف عرفت تقول له غور في داهيه انت وهي، يقول لها لا انت اللي هتغوري، المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندوتش ولا فريك محب الشريك، الراجل له اربعه ماشي، والراجل ملوش ولي ماشي، ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني، ضنايا ضنايا اسمعيني يا اختي، هو اتجوز وغلطان دي ورقه ثانيه، هو ابن 66 ده ورقه ثانيه. اسمعني يا بنت اسكتي، انا لو سمعتك 10 سنين هغير كلامي. لا راجل متجوز يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي ياما، اسمعي عمك واخوك وابوك واستاذك. الراجل يتجوز يا اختي على مراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيره، وجوازه صحيح 100%.